يعدون بالآلاف ويمتلكون كفاءات جد عالية. يمارسون نشاطاتهم في أكبر المؤسسات الأمريكية. أغلبيتهم تقطن مدن نيويورك، كاليفورنيا، واشنطن وبوسطن. وعلى الرغم من هذا، فهؤلاء لا يزالون يحافظون على أصالتهم وتقاليدهم الجزائرية. جالية محترمة ومعروفة بنجاحاتها، وأفرادها يساهمون في الاقتصاد الأمريكي وبعضهم في الاقتصاد الجزائري بطريقة تشرف. I'm actually not familiar with him, but I can tell you in cases like Mr. Zerhouni and others, other Algerians that live and work in the United States who maintain cultural ties back to Algeria, I think it's a situation in which both our countries benefit. We benefit from having new and different and well-trained and interesting people working with us, helping develop the U.S. economy and U.S. society. In Algeria, like those countries that many other immigrant groups come from, benefit because they bring back to them, back to those countries, some of that knowledge, some of that experience, and make contributions to their own countries. في ديسمبر من عام 2008 نظمت السلطات الجزائرية مبادرة جادة تمثلت في ملتقى وطني يهدف لاستقطاب العلماء والباحثين الجزائريين بالمهجر والذين يملكون مفاهيم اقتصاد المعرفة، لا سيما بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا وأوروبا، وكيفية الاستفادة منها عن طريق تأسيس قنوات للتعاون العلمي ونقل التكنولوجيا المتطورة لمختلف المؤسسات الجزائرية وتشكيل شبكات لتبادل المعلومات بين علماء الداخل والخارج، وهذا في ميادين الطب، التكنولوجيا الحيوية وغيرها من المجالات. السنوات القليلة الأخيرة كان هناك توجه نوعي من طرف كثير من مؤسسات الدولة نحو استيعاب القدرات الجزائرية في المهجر، خاصة في أمريكا أو في كندا، وهذه احنا نعتبرها يعني خطوة نوعية، لأنها ترمي أولا إلى التقليص من طلبات ربما القدرات الخارجية الأجنبية، وكذلك استيعاب قدرات ممكن أنها تشارك بنوع جديد وكامل في النمو الوطني. أول مبادرة قمنا بها هي تقريب إحصاء الكفاءات في العديد من الميادين، الكفاءات المتواجدة بالجزائر أو المتواجدة بالخارج، وهذا ما تم بالفعل يعني تحصل عليه، وربما مكنتنا من استحداث ما سميناه لي ريزو دو كومبيتونس، شبكات الكفاءات في العديد من الميادين. وبعد هذا المرحلة مرينا إلى مرحلة تطبيقية، أنه تم تنصيب العديد من هذه الشبكات العلمية كي تترأس كل واحدة منها تترأس برنامج بحث وطني. باشرت السلطات الجزائرية تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتطوير البحث العلمي كإنشاء هياكل قاعدية وتجهيزها بالحاجية التعليمية المتطورة وتكوين الأساتذة والمؤطرين وانتهاج نظام الألمدي، وهذا بتخصيص 100 مليار دينار. وقد تم استحداث إحداث البحث العلمي كالطب، البيولوجيا الحيوية والبيوتكنولوجيا وعلم المناعة، علاوة على تأسيس فرق تسهر على العلوم عبر وحدات البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا. تقدر مخابر البحث في الجزائر بما يقارب 650 مخبرا جامعيا و34 مشروعا علميا وطنيا، بالإضافة إلى 1500 باحث دائم و30 ألف أستاذ جامعي.
الجامعة الجزائرية لديها إمكانيات ولديها كفاءات ولديها تجهيزات ولديها مراكز بحث، لما يأتون ويرون قال يا أخي ولك راه عندكم نفس الشيء اللي راه عندنا هنا. إذن يجب أن بشهادة الكفاءات المتواجدة خارج الوطن وبشهادات جائزة نوبل كجاو للجزائر في الفيزياء وفي الكيمياء وشافوا مستوى الباحثين الشبان الجزائريين. احنا قمنا بمؤتمرات في وهران في الفيزياء وفي علوم المواد وكانوا فيها حاضرين جائزة حاصلين على جائزة نوبل من أمريكا ومن ألمانيا، وشافوا يعني الباحثين الشبان الباحثين الجزائريين يقدمون في أعمالهم استبحروا يعني المهارات الجزائرية ويعني مستوى البحث العلمي مستوى يعني الأطروحات التي يقدمونها الجزائر يعني في على مستوى العالمي في عدة أماكن. ولاحظتوا باللي كل الباحثين اللي تلاقيتوا بهم في الولايات المتحدة تكونوا في هذا في الجزائر خدموا في مراكز لهنا قبل ما يسافروا لظروف أخرى. إذا كاين الكفاءة كما قلت سابقا ولو تنقص، لأن في المرحلة الحالية ولو تنقص إذا كانت فيه برمجة إذا كانت فيه خطة أو استراتيجية بإمكان بهذه الخطة هذه اللي تركز على برنامج عمل وعمل برنامج بحثي أن نكون الأشخاص اللي تكون اللي يكملوا ويكونوا هما متكاملين مع الأنسجة المتواجدة. توجهت الحكومة الجزائرية توجها براغماتيا مؤخرا، وهذا بانتهاج مبادرات عديدة للاستفادة من الخبرات الجزائرية بالمهجر، والمقدر عددها. وذلك بإنشاء قاعدة معلومات بيانية لإحصائهم. حيث أحصي حوالي 1000 عالم جزائري، وأصبح التعامل معهم بصفة عادية. كما استحدثت شبكة الكفاءات الجزائرية وشبكة تبادل المعلومات. حيث تعمل حالياً 15 شبكة بصفة عادية، أعضاؤها هم باحثون جزائريون بالمهجر مع نظرائهم بالجزائر. ومن بين هذه الشبكات شبكة البصريات والليزر، حيث ستنتج الليزر الجزائري في مارس 2010 ما يغطي السوق الإفريقية بأكملها. هذا بالإضافة إلى استحداث قوانين لصالح كفاءاتنا بالمهجر، وكله يندرج ضمن رؤية عميقة للحكومة الجزائرية بانتهاج استراتيجية بحث تضمن ابتكاراً علمياً وتكنولوجياً من لدن علمائنا بالمهجر وباحثينا، وهذا خدمة لتنمية اقتصاد ومجتمع مبني على المعرفة في ظل التحديات التي تفرضها العولمة. تجسيد صناعة اللازر في الجزائر هو كان يعني نتيجة ثمرة هذه الشبكة نور 21 التي عملت لكي يكون فيه تحويل تكنولوجي من بلدان غربية إلى بلدان جزائرية، ليتكون فيها يد المساعدة من مؤسسات دولية وصناعة وشركات دولية في ميدان اللازر لتعطينا هذا التحويل التكنولوجي. Je pense qu'il serait pas utile donc d'envoyer des chercheurs, des jeunes chercheurs à l'étranger, alors que peut-être des compétences algériennes peuvent venir ici donc et remplir ce contrat, donc remplir le contrat de recherche. Donc ils peuvent leur savoir-faire qu'ils peuvent donner aux jeunes chercheurs. هناك تحركات جدية اللي من أجل استقطاب التكنولوجيا العالمية، وهذا من أجل تشجيع علمائنا الجزائريين ومهندسينا.